السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبتدي مع بعض ليكشر 1 سوفت وير بروسيس. اتكلمنا في الفيديو السابق عن الأكتيفيتيز في السوفت وير، قلنا أولهم سوفت وير سبيسيفيكيشن، تاني حاجة سوفت وير ديزاين أند إمبلمنتيشن، بعد كده سوفت وير فاليديشن، سوفت وير إيفوليوشن. قلنا سوفت وير سبيسيفيكيشن المرحلة دي بعرف فيها السيستم هيعمل إيه مش هعمله إزاي. بعد كده design and implementation قلنا ممكن نجمعهم على بعض ونسميه ايه development. الديزاين اللي هو زي كلاس زي ما احنا كنا عاملين الديزاين بتاع ايه السيستم بتاعنا. الامبلمنتيشن دي الكودينج ودي خارج ايه سكوب الكورس بتاعنا. بعد كده سوفت وير فاليديشن اللي هي ايه التستنج، مرحله التستنج. سوفت وير ايفوليوشن اللي هي الابديت اللي بتطور في السيستم بتاعك، في تعديلات فبتحطها على السيستم الموجود فانت بتعمل ايه ابديت ليه. ماشي، لو عدناهم هنقول كام؟ هنقول 4. احنا ممكن على فكره نضم حاجه على حاجه، نفك حاجه من حاجه. ماشي، في الحقيقه بقى لو احنا جينا ايه ازاي نضمهم في الحقيقه، يعني مثلا ترتيبهم ازاي، او مثلا المرحله بتاع السوفت وير سبيسيفيكيشن دي تعمل مره واحده ولا مرتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا كام؟ قال لك ده على حسب الموديل. فانت عندك بلان دريفن and agile processes، بعد كده عندك زي ووتر فول موديل اللي هو ممكن نقول مثال لايه لبراند ديليفري، بعد كده incremental development دي ممكن نقول برضه مثال لايه للاجيل، بعد كده ريوز اورينتد سوفت وير انجينيرنج ده ممكن نقول موديل لوحده برضه. فهنا بيوضح يعني ايه سوفت وير بروسيسز. احنا قلنا ايه هي بنجمع ايه الاكتيفيتيز دي بشكل ما بترتيب ما. بيقول لك ايه a structured set of activities required to develop a software system. وقال لك ايه الاربعه بتوعنا، بيقول لك ان السوفت وير بروسيس موديل از ان ابستراكت ريبريزنتيشن اللي هو ايه زي رسمه كده ابستراكت معلهاش تفاصيل كتير. اتكلم عن بروسيس ديسكريبشن، قال لك انت عندك ايه برودكت رولز بري كونديشن اند بوست كونديشن. ايه البرودكت ده؟ قال لك لكل اكتيفيتي في برودكت بيطلع منه، فهو ده النتيجه بتاع الاكتيفيتي معينه. بعد كده الرولز دول من الناس ايه اللي انفولف معانا. البري اند بوست كونديشن مثلا انت لو عندك فانكشن بتعمل حاجه مثلا فانت لها البري كونديشن وبوست كونديشن. مثلا فانكشن بتعمل سورت الاراي، فالبري كونديشن اللي انت معاك اراي ايه مش مترتبه، البوست كونديشن الاراي بقت ايه بقت سورتد. بلان دريفن اند اجيل بروسيس، هو بلان دريفن ده يعني بقاله حوالي 70 سنه قديم، اجيل ده جديد بقاله حوالي 20 سنه. حد يقول لي ده قديم وده جديد يبقى ده احسن من ده، هو فعليا في حاجات وحاجات. البراند دريفن ده بتستخدمه لما انت يكون معاك ايه الدوكيومنتيشن او ريكويرمنتس كامله، يعني انت مثلا عارف البروجكت اللي هتمسكه عارف كل حاجه فيه كل الفانكشن اللي فيه، فانت تقدر تحط ايه خطه ثابته، يعني مثلا خطه انا في خلال 8 اشهر هقسم الشغل في اول شهرين كذا والتاني شهرين كذا والتالت شهرين كذا، فبتقدر تخلصه ايه في 8 اشهر حاجه ثابته كده، فبتعدي على المراحل بتاعتك وانت معاك ايه في الاصل ايه الريكويرمنت ثابته او معروفه، وده في الغالب بيبقى صعب جدا تلاقي ايه الريكويرمنت متوفره كده بيبقى صعب. انما اجيب بروسيس ده بيقول لك ايه حاجه انكريمنتال. ازاي؟ انت مثلا بتقعد اول شهرين بتاخد ريكويرمنت من اليوزر مثلا، فاول شهرين بتشتغل ايه تقول هعمل كذا وكذا وكذا، تيجي تاني شهرين يعني بعد ما يخلصوا تعمل خطه جديده للشهرين بعديها، بعد كده تعمل خطه جديده انكريمنتال، تعمل خطه جديده في خطه جديده، فانت ما بتبقاش عارف ايه ما بتبقاش محكوم في ريكويرمنت ايه ثابته او كامله معاك. تاني بلان دريفن لازم يكون معاك ايه ريكويرمنت ثابته او معروفه معاك ايه، وده بيبقى صعب. ده ممكن تلاقيه فين؟ في مثلا تعمل سيستم محطه كهرباء مثلا، او تعمل سيستم لبنك، فالبنك مثلا الفانكشن الموجوده فيه معروفه، يعني انت مثلا هتروح تعمل السيستم للبنك اه انت عارف الفانكشن الموجوده فيه
خلاص بقت متداولة ومعروفة. سيستم ايه تاني؟ مطارات مثلا، المطارات الفانكشن اللي بيعملوها خلاص اتعرفت او ثابته. فانت ايه تمشي خطه ايه بلان دريفن. انت مطلوب منك كذا، انا هوزعهم مثلا على سنه وخلصت في اول شهر كذا ثاني شهر كذا. فبت ايه معاك خطه ثابته، بتعرف تقيس، بتعرف انا بعد شهرين انا كده متقدم ولا متاخر ولا كده مش مظبوط. فانت بتعرف ايه تقيس. انما الاجيل ده بيبقى نزل شويه، انت متبقاش عارف انت رايح فين ولا جاي منين، مبقاش معاك ايه ريكويرمنت في الاول معروف. انت مع الوقت بتقعد ايه تزود فيها تزود فيها، كل ما يجي ريكويرمنت جديده ايه بتضيفها. فبيقول لك في الحقيقه اللي انت بتعمل ميكس ما بينهم، ساعات بتضطر تعمل ميكس ما بينهم. ازاي؟ مثلا وانت بتعمل 100 سايت مثلا، وانت عاوز ال 100 سايت اللي بتعمله دول يبقوا ماشيين بارل مع بعض، يبقى اللي تنجزه في السايت الاول تنجزه في ايه في ايد السايت التانية، بس هم مختلفين يعني كل واحد سايت في اتجاه. فانت بتستخدم ايه البلان دريفن كشيء عام، كونسبت عام ايه ماشي عليه على ال 100 سايت، بس كل جوه سايت يعني كل سايت جواه مستخدم ايه الاجيل. مفهوم؟ بقول لك مفيش ايه صح يعني مفيش، ما نقدرش نقول البلان دريفن هو صح ولا الاجيل ايه هو اللي غلط مثلا. مظبوط. بعد كده سوفت وير بروسيس مودلز. قلنا زي ووتر فول موديل، او لسه هنقول ووتر فول موديل ده مثال لايه للبلان دريفن. ووتر فول دي جاي من ايه من اسم، يعني جاي من ايه جاي من كلمه شلال، يعني شلال ما بتنزل ايه من حضر من حضر التاني مش هينفع ترجع تاني، فهي ماشيه ايه من حضر من حضر. فنفس الفكره برضو الدياجرام دي هيوضح جدا يعني. فبقول لك في الموديل بتاع ووتر فول انت ماشي ايه، انت عارف الريكويرمنت من اول، فانت بتمشي على الخطوات ايه خطوات مره واحده كده تمسكها لحد ما توصل ليه الخطوه الاخيره. ففي الاول احنا عارفين زي ما احنا قلنا مرحله ايه ريكويرمنتس بتحددها اللي ايه سبيسيفيكيشن يعني. بعد كده مرحله ايه سيستم اند سوفت وير ديزاين، مرحله ايه ديزاين. فانت بتخلص مرحله ايه الريكويرمنت دي حددتها خلاص بقت ثابته معاك فتمشي عليها تخلصها. فبتخش بعد كده تعدي على طول ايه على سوفت وير ايه ديزاين. بعد كده بعد ديزاين امبلمنتيشن اند يونت تيستنج. ايه اليونت تيستنج دي او ايه اليونت؟ يونت هنا كلمه مطاطه ما تعرفش تحدد بقى حاجه معينه. فانت ماشي لو انت ماشي مثلا الشغل بتاعك في السيستم او الكودنج يعني ماشي اوبجكت اورينتد بروجرامنج، فانت اليونت عندك مثلا هتبقى الميثود، تمسك كل ميثود تديها الانبوت وتشوف الاوتبوت. بعد كده تكبر شويه اليونت بتاعتك فتبقى ايه الكلاس ككل، يعني انت بعد ما مسكت كل ميثود 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 تمسك الكلاس ايه ككل. بعد ما مسكت الكلاس ككل تمسك ايه كل كلاس، كل كلاس ايه تعمله التيتو كله شغال. مش معنى ان كل كلاس لوحده شغال يبقى الكلاسات متجمعه وحدها تشتغل. فبتعمل ايه النود بتاعتك ايه بقت الكلاسات كلها. بعد كده تخش مرحله ايه انتجريشن اند سيستم تيستنج. سيستم تيستنج بتعمل تيستنج للسيستم ككل. بعد كده اوبريشن اند مينتيننس. اوبريشن انت بتمسك بقى السيستم بتاعك ده وتروح تحطه على الماشين تشغله بقى على الماشين بقى فعليا. بعد كده ايه بتعمل ايه عاوز تعدل فيه بقى كده، الكلاينت عاوز يعدل مع الوقت بتعدله كده. فالووتر فول موديل معروف يعني ايه بدايته ثابته وانت بتعرف ايه تنهيه، تدي فتره معينه همشي على المرحله دي المرحله دي المرحله دي واخلصه. وده يوسع ان انت تلاقي ايه الريكويرمنت ايه معروف في الاول، ولازم كل مرحله تخلصها يعني كل مرحله تشطبها عشان ايه ما تعدى المرحله اللي بعديها مش هتعرف ترجع ايه للي قبليها. فانت وصلت مثلا للديزاين هتيجي تعمل كودنج مثلا ما ينفعش تقول انا عاوز اضيف حاجه هنا او اضيف حاجه هنا، او اليوزر يقول لك انا عاوزك تعدل لي في الريكويرمنت قول له لا خلاص انا دخلت مثلا ايه في المرحله اللي بعديها مش هرجع تاني. فدي تعد ايه مشكله، اليوزر لو عاوز يعدل مش هتعرف ترجع. ماشي. انكريمنتال ديفولبمنت دي ممكن نقول ان ده مثال لايه للاجيل اقرب يعني. دي نقول على ايه مرحله التسويح او الموديل التسويح. تعال نشوف مثال الدياجرام هيوضح اكتر يعني. ماشي. في الموديل بتاع الانكريمنتال ده انت في البدايه مثلا بتروح تقعد مع الكلاينت فيديك ايه ريكويرمنت مطلوبه يعني،
فانت تروح بسرعه 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 في فتره وجيزه تعمل له بروتوتايب، تعمل له سيستم ايه على قده، كسيستم بسيط كده خفيف كده، وتروح تاخد السيستم ده توريه له، فيديك عليه فيد باك، يديك ايه اراء كده، يقول لك اه ده مظبوطه، طب ضيف كذا، شيل كذا، اعمل كذا، فتاخد ايه فيدباك منه، فترجع ايه تعدل له ايه الهول، وتروح راجع تاني ايه للكلاينت، فيديك فيدباك تاني، وترجع وهكذا، تقعد ايه ترجع، فانت بتسوح كل شويه تعمل حاجه وتايه وترجع. فالدياجرام هنا يقول لك ماشي ازاي، انت بس معاك ايه ديسكريبشن في الاول، فبتخش ايه مراحل ايه اللي احنا عارفينها محفوظه، سبيسيفيكيشن، ديفلوبمنت، فاليديشن. بعد ما تخلص الثلاثه دول فانت معاك ايه انيشال فيرجن في الاول ماشي، بعد خدت الفيدباك ترجع تاني تعدل الايه ثلاث مراحل دول، فترجع تاني يبقى معاك ايه فيرجن، ترجع تاني فانت معاك ايه انترميديت فيرجنز، معاك كذا فيرجن، بعد كده تقعد ايه وهكذا متسوح 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 لحد ما يطلع في الاخر معاك ايه فاينل فيرجن، الفيرجن النهائي بقى. هي برضك مثلا العاب برضك بتلاقي مثلا ايه ينزل بروتوتايب 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 لحد ما ينزل ايه اديشن في الاخر كده. تمام. بعد كده ريوز اورينتد سوفت وير انجينيرنج، افضل نخليها ايه في وقتها يعني. هنا بقول نفس الفكره احنا ايه قلنا عليها، ان انت في السيستم الكبيره وكده، قلنا الووتر فول موديل شلال تنزل مرحله فعشان ترجع ايه للقبليه. فهنا بوضح ايه المراحل، بقول لك ايه صعب انت ايه تعدل فيه، يعني صعب مثلا انت خدت الريكويرمنتس من الكلاينت جه في نص الوقت وقال لك انا عاوز اعدل، لا مفيش تعديل، خلاص وقت التعديل عدى فاتك يا بيه. من مشاكل الووتر فول موديل احنا قلنا ايه انفلكسبل، مش معنى ما تقدرش تعدل فيه، يعني انت بس خدت عديت المرحله الاولى دي خلاص ما ترجعش تاني، مش ينفع تعدل تاني. بيقول لك هو بيستخدم ايه في اللارج سيستمز سيفرال سايتس، زي ما احنا قلنا 100 سايتس مثلا، فانت على حسب ظروفك، فانت ساعات بتحكمك انت تستخدم ايه بلان دريفن عشان تقدر تتحكم ايه لو انت عاوز تعمل كذا سايت مع بعض بارل مع بعض، يعني تبني تبنيهم بارل مع بعض، فانت ايه اللي هيساعدك ايه بلان دريفن. وقلنا دي الدياجرام بتاع ايه انكريمنتال ديفلوبمنت. اه الانكريمنتال ديفلوبمنت برضك ليه مزايا، يعني انت مثلا بتاخد تروح تاخد ايه فيدباك ايه من اليوزر، فانت يعني انت كل شهرين بترجع تاخد فيدباك، انما في البلان دريفن او في الووتر فول موديل بيبقى صعب ان انت ايه تعدل، مثلا اليوزر لو قال لك اعدل بيبقى صعب ان انت تعدل، وبتيجي في الاخر يعني مثلا ايه بعد مثلا ايه عدت سنه، مثلا انت معاك سنه اه تعمل فيهم البروجكت، بعد السنه بتمسك اول بروجكت فعليا، يعني تمسك اول بروتوتايب من ال مش بروتوتايب دلوقتي، انت بتاخده ايه توديه ايه للكلاينت، فانت ممكن الكلاينت يقول لك ايه ده انت العك اللي عامله ده، فانت خلاص انت قعدت سنه بتعك، فايه دي مشكله. انما الانكريمنتال ده ايه تكلفه التغيير، يعني انت بتقدر ايه تعدل الكاستمر يقدر يديك ايه تعدل، انت كل مره تاخد فيدباك منه، فبقول لك ايه سهل ان الكاستمر يديك ايه فيدباك. اه بقول لك اللي ايه اللي انت كل مره بيبقى معاك ايه فاليو، تقدر تمسك بروتوتايب في ايدك، تقدر تمسك قيمه معاك في حاجه في ايدك فعليا غير ايه البلان ووتر فول. ماشي. طب كده الانكريمنتال بقى خلاص يعني ما شاء الله نمشي عليه وهو كويس وخطير وخارق؟ لا، كل حاجه ليها مزايا وعيوب. طب من عيوبه ايه بقى؟ بيقول لك اللي هو مبيبقاش واضح، انت معكش خطه ثابته تمشي عليها، معكش دوكيومنتيشن ثابت تمشي عليه، ما تعرفش يعني مثلا انا كليدر او انا كمانجر مثلا عاوز اقسم الشغل على فتره زمنيه هقسمه ازاي، انا مش عارف رايح منين وجاي منين، هو مش بتاع اصلا بيعمل ايه، فبتبقى صعبه ايه انت تقدر ايه تقيس انت ماشي كده مظبوط ولا ماشي صح، طب انا كده هقدر اخلص المثال ولا مش هقدر، فايه بتبقى صعبه شويه. وبيقول لك يعني الملحوظ هنا لو خدت بالك هتلاقي بيقول لك ايه difficult and costly، ايه يا عم انت لسه اللي هو ايه مش costly، costly اللي هي انت بتقدر تغير، يعني الكاستمر بيقدر يديك فيدباك مش قليل، لا هو costly فعليا. ازاي؟
انت كل مره ناخد مثال في الطبيعه، مثلا لو انت مهندس عاوز تعمل شقه او كلاينت عاوز تعمله شقه، فانت بتيجي مثلا الكلاينت تقول له اه، يقول لك انا عاوز اعمل ريسبشن، ماشي هعمل لك ريسبشن هنا. طب انا عاوز اعمل اوضه النوم هنا، ماشي هعمله لك. انا عاوز اعمل مطبخ هنا، اعمله لك. انا عاوز اعمل حمام، ماشي هعمله لك. تيجي في الاخر انت جمعت كل حاجه ايه من الكلاينت، بس تيجي تبص على الشقه كتنظيم مفيش. ايه ده، ايه اللي جنب المطبخ هنا وجنب الحمام، ايه ده؟ فانت تحتاج ايه تعمل ايه من اول تاني، ايه تبدا من اول تاني، ايه تنظم الحكايه دي. فالحكايه تبقى ايه كوستلي وصعبه برضو، يعني لها مزايا وليها عيوب. يوز اورينتد سوفت وير، دي بنحدد ايه الكومبوننت اللي نستخدمها في السيستم بتاعنا. انت استوحت، انا فاهم ماشي. جه مثلا الكلاينت عاوزك تعمله سايت بيدعم مثلا 5 لغات، فانت الخمس لغات دي ممكن تكتب له كودنج. فانت لا، ممكن تقترح على اليوزر او الكلاينت ان انا ممكن ايه هستخدم كومبوننت من بره، يعني حاجه جاهزه هستخدمها لك تعمل لك ايه، تدعم لك ايه الخمس لغات دي. بدل مثلا ما اقعد في الحته دي في الكودنج دي اقعد مثلا 4 اشهر، لا انا انجزها لك وتدفع فلوس كذا، احنا هنشتري هندفع فلوس ليه ناخد الكومبوننت دي، بس بالمقابل هوفر لك وقت وهتبقى ايه برضك ايه هي اضمن برضه. فهي مرحله ايه سيستم اند انتجريتد فروم اكسايتنج كومبوننت، بتجيب كومبوننت ايه من بره. سي او تي اس دي برودكت، دي بتبقى برودكت متوفرة معمولة من منتشرة قبل كده موجودة، يعني بتقدر أي حد إيه يشتريها للعامة، يعني حد يشتريها. مثال ده على فكرة الأوفيس برضه، يعني الأوفيس يندرج تحتيها، يبقى أي حد يقدر يستخدمه، خدمة موجودة يعني. برضك إيه المثال بيوضح، الدياجرام بيوضح. فبقول لك إيه، أنت عندك في الأول ريكوايرمنت إيه سبيسيفيكيشن، ده الأساس بتاعنا أصلا. إحنا نعمل إيه، نجيب الريكوايرمنت إيه المطلوب. بعد كده بنشوف بقى ايه، مثلا انا عاوز مثلا الكلاينت، انا عاوز اللي هو مثلا سيستم او بروجكت للطلبه مثلا، فانا عاوز مثلا يحددوا يظللوا مثلا على كلام، فايه هو يدعم ان هو ينطق لهم الكلام ده، ماشي. فانا ايه فدي ممكن إيه؟ اجيب كومبوننت جاهزه موجود، ماشي. طب ايه كومبوننت الانسس دي معناها ايه؟ دي انت بتيجي مثلا ايه، هو عاوز السيستم بتاعه يدعم 5 لغات، فانت تيجي تبص في السوق تشوف السوق، يعني انت بتعمل اناليسيس برضك ايه للكومبوننت الموجوده في السوق، هل دي موجوده ولا مش موجوده. فانت لقيت حاجه بتدعم 3 لغات بس، فتيجي تقترح على ايه على الكلاينت تقول له ايه، انا لقيت حاجه بتعمل 3 لغات تمشيك ولا اعمل لك حاجه وابني فيها واخد وقت حاجه تدعم 5 لغات. فهو هو بقى يعني مثلا يقول لك ماشي، لا اخر لي براحتك بس ايه تعملها يدعم 5 لغات، يعني يقول لك لا خلاص 3 لغات ماشي عادي. فانت ايه فانت ايه بتعمل ايه اناليسيس للحاجه الموجوده بره واللي هو ايه عاوزها. فانت بعد كده ايه بتحدد، بتديله البديل. فانت بتعمل ايه ريكويرمنتس ايه موديفيكيشن، بتحدد الحاجه انت تمشي عليها. فاحنا متفقين اللي بعد ايه سبيسيفيكيشن الديزاين، بس مراد مع الديزاين اللي هي ايه الكومبوننت بتاعتك اللي هي احنا اسمها ايه ريوز، يعني بتعمل ريوز على استخدام الحاجه موجوده. بعد كده ديفلوبمنت، بتعمل ديفلوبمنت الليمتيشن بتاعك بقى دي انتجريشن. بعد كده سيستم ايه فاليديشن، بتعمل تيست ايه للسيستم. تمام، بس نرجع نشوف في حاجة هنا. لو هنا بيوضح ايه كومبوننت وكده الرسمة دي، قال لك تايبس اوف سوفت وير كومبوننت، ماشي. الكومبوننت اللي انا هستخدمها مثلا في البروجكت بتاعي دي ليها انواع، ممكن تبقى ويب سيرفيس، يبقى سيرفيس كده موجودة مثلا على سيرفر، فانت بتبعت مثلا الداتا بتاعتك انت عاوزها تعمل مثلا عليها بروسيسنج ما، ويبعت لك يرجع لك ايه اوت بوت، فتبقى ايه تبقى حاجه موجوده ايه سيرفس على سيرفر معين، فكل الناس بيبعتوا له، بيبقى حاجه مالتي يوزر بيستخدموها، يعني ممكن مليون يوزر بيستخدمها. فممكن مثلا العدد يبقى كبير مثلا، فيعملوا ايه دوبلكيت ايه للسيرفس دي على كذا ايه سيرفر. فايه هي بتبقى ويب سيرفس، يعني فعليا مش موجوده ايه في عندك على السيستم بتاعك، فعليا مش جزء منه جواه، لا انت بتبعت ليه الحاجه بره على سيرفر ويرجع لك ايه الداتا اللي انت عاوزها. لا اما ممكن تبقى على ايه فريم ورك، تبقى عايز زي حاجه زي مكتب باكج كده. الباكج دي بتبقى فيها ايه، ممكن نعتبرها اللي هي فانكشن، فانكشن اللي من الناس بتعملها كذا مره، فهم ايه خدوها حطوها في مكتبه. فانت لما تحتاجها بدل ما تبنيها تكتبها من اول كودنج مثلا، يعني انت مثلا ارضيه عاوز تعملها سورتد،
بقى كود بتستخدمه كتير، فالكود ده اخروه وحطوه ايه كباكج مثلا. فالباكج دي انت محتاج عاوز تعمل سورت الاريه، انت معاك الباكج مثلا تقول دوت سورت مثلا، فانت بتعمل ايه تديها الاريه تعمل لك لها ايه سورت. فانت ممكن تبقى تبقى باكج معاك تحملها وتستخدمها زي مثلا جي تي اي اي وهكذا يعني. لو ممكن تبقى كومبوننت زي كود مثلا زي الكودس دي، يعني بتبقى حاجة موجودة فعليا بتحمل تعملها داونلود وتحملها وتحطها ايه على الجهاز على في قلب البروجكت بتاعك. فانت مثلا لو عندك 10 بروجكت بيستخدموا نفس الحاجة دي، فانت هتحملها مرة واحدة وتنسخ ايه 10 مرات ايه على كل بروجكت. يعني قلنا ويب سيرفرز تبقى موجودة، تبقى موجودة مرة واحدة ايه والناس كلها بتستخدمها، مليون واحد يوزر بيستخدمها. تمام. بروسيس اكتيفيتيز، احنا اتفقنا ان بتكون ايه من 4 اكتيفيتي اساسيين، هي جاستيفيكيشن امبروفمنت فاليديشن ايفوليوشن. فبقول لك تنظيمهم، احنا قلنا قلنا تنظيمهم ترتيبهم وكده وعددهم كام مره. فقلنا وانت شغال ووتر فول موديل هتبقى ايه سيكونس، سلسله ماشيين ورا بعض، مش فاكرين شلال ماشيين ورا بعض الاربعه ورا بعض. انما بقى انت شغال انكريمنتال فانت بتسوح. سوفت وير سبيسيفيكيشن دي بتحدد السيرفيس المطلوبة من السيستم والكونسترين اللي عليها. يعني مثلا السيرفيس مثلا السيرفيس مثلا بتاع الكلية، أنا عاوز ال student يقدر يعملوا ايه اد مثلا الكورس، يعملوا دروب فكده يعني. فدي ايه سيرفيس بيخدمها ايه السيستم بتاعك. كونسترين اللي عليها قيود، انا عاوز مثلا توريد لي مثلا الداتا بشكل ما، عاوز مثلا السوني ما يعرفش يدخل يضيف كورس ما لما يكون خد كورس قبليه. فدي شويه ايه بعض الكونس ترينز اللي عليه. فبقول لك ايه requirements engineering process، عندنا feasibility study requirements elicitation and analysis requirements justification validation. feasibility study دي انت لما بتقعد مثلا الكلاينت عاوز بروجكت ما، فانت بتشوفه هل ده هينفع نعمله ولا لا، هل في تكنولوجي التكنولوجيا الموجوده تسمح للسيستم او البروجكت انت عاوزه ده يتعمل ولا لا، او هل الوقت انت مديهولي هيكفي للحاجه انت عاوزها ولا لا. فهنا ايه بنحكم ماشي هنشتغل ولا مش هنشتغل. نيجي بقى هنشتغل اوكي. فنخش على حاجه ايه الاستيشن، انت بتجمع ايه تستخرج الداتا بتاعتك وتعمل لها اناليسيس. فانت ايه بتاخد بتقعد مع الستيك هولدر، احنا قلنا الستيك هولدر الناس ايه اللي ريتد بالبروجكت بتاعك، تقعد مع الكلاينت وتاخد منه ايه ريكويرمنت ايه المطلوب. نيجي مرحله ايه ريكويرمنت سبيسيفيكيشن، دي بقى ايه نفس اللي فوق بس ايه ان ديتيلز بالتفاصيل. تقعد بقى مع حد ايه فاهم بقى ايه في الشركه ما، يقول لك ايه انا بيقول لك بالديتيلز انا عاوز مثلا الرقم ده يطلع وبعد الدوت رقمين بس تو ديجيت يعني، فاهم انت بالديتيلز بالتفاصيل جدا. نيجي مرحله بقى ايه فاليديشن ريكويرمنت، بتمسك بقى طب هعمل كود فاليديشن ازاي، يعني هعمل لها تيست ازاي دي، يعني كودنج او من دي انبوت طلع اوتبوت. طب ليه هعمل كود تيستنج، هقول لك ليه. ممكن يكون في ريفليكت بين مثلا ايه هو عاوز حاجه وفي حاجه ضدها تاني، ما ينفعوش اتنين مع بعض. مثلا زي ايه، ممكن يقول لك مثلا عاوز السيستم بتاعي يبقى ايه بورتابل. بورتابل يعني اللي معناه اللي هو شغال ايه على كذا اوبريتنج سيستم، وعاوزه في نفس الوقت يوزر فريندلي. ماشي انا هقدر مثلا اعمل لك مثلا اوبريتنج سيستم واحد هاخد شكل ايه الاوبريتنج سيستم اللي هعمله على الويندوز، فانا هاخد شكل ايه نفس ايه شكل الويندوز، فانت بالنسبه لك هيبقى ايه يوزر فريندلي. انما هتيجي تحطه لي على ماشين تانية باوبريتنج سيستم تاني ده شكل تاني، ده كده مبقاش في يوزر فريندلي، ده ضاع خالص مش هيشتغل خالص. فممكن بورتابل ممكن استخدم مثلا الجافا عشان مثلا ان هي فيها ايه فيرتشوال ماشين ده في اللي بتقدر تشتغل ايه على كذا ايه اوبريتنج سيستم. بس انا هاخد ايه نفس هتطبق على نفس شكل ايه البروت سيستم اللي شغال عليه، فاجي على البروت سيستم تاني الدنيا هتضيع معايا. فانت كده عامل ايه ريفلكت، في ريفلكت في الموضوع، فما ينفعش. فانت ترجع لوزر تقول له ما ينفعش، فنظم منهم ازاي كده يعني. فانت بتعمل ايه تيست ريكويرمنت ايه الموجود. تمام. ده ديجرام على طول ايه قلنا بيوضح. اول ما احنا قلنا ايه فيزيبيلتي ستادي، فانت بتطلع ايه فيزيبيلتي ريبورت كده بسيط، هي اصلا ما فيهاش اي حاجه لسه. requirements elicitation and analysis اللي هي الحاجه الفعليه بقى، بتطلع منها بايه بسيستم موديل. بعد كده requirements ايه قلنا بقى ايه بالتفاصيل، بتطلع بحاجتين. نيجي هنا نقف وقفه،
انت لما تيجي تسلم الريكويرمنت بتاع البروجكت هتسلم حاجتين، يوزر ريكويرمنت وسيستم ريكويرمنت. او انت فعليا لما بتيجي مثلا ايه تاخد الحاجه من الكلاينت بتبقى عندك تو دوكيومنتيشن، يوزر وسيستم. اليوزر ده بيبقى ايه الهيد مثلا او الفانكشن مثلا بشكل عام كده، انما السيستم ده بالتفاصيل التفاصيل. فانت معاك ايه اتنين، واحد ايه شكل عام واحد ايه بالتفاصيل. بعد كده نخش على مرحله ايه requirements validation، هي مرحلة ايه قلنا عليها التست. نطلع ده كله بايه بريكويرمنت ايه دوكيومنت، دوكيومنت ايه حقير كده في الاخر، هو مش حقير ده طلع لنا عموما نجيبه يعني. سوفت وير ديزاين اند امبلمنتيشن، هو هي كده بس كل اكتيفيتي ايه بيوصل. خدنا السبيسيفيكيشن وخدنا ايه الاربعه بتوعها، ودلوقتي هنخش عليه سوفت وير ديزاين اند امبلمنتيشن. ترسم خريطه كده في دماغك فتلاقي الدنيا ايه رايقه كده وجميله. بيقول لك ايه بروسيس اوف كونفرتنج ذا سيستم سبيسيفيكيشن انتو ان، هي مرحله من ايه الديزاين دي، هي مرحله بعد سبيسيفيكيشن. فانت بتمسك ايه السبيسيفيكيشن معاك دي وتحوله ايه بعد الديزاين عندك امبلمنتيشن، تحوله كودنج. فيقول لك ايه بتحوله اكسكيوتابل سيستم، حاجه قابله انت ايه تعمل لها ران يعني تقدر تعمل لها كودنج يعني. فبيقول لك سوفت وير ديزاين ماشي امبلمنتيشن تمام، الديجرام بيفسر كل حاجة كل حاجة. الديزاين عندك ديزاين انبوت، ديزاين اكتيفيتي البروسيس اللي هتعمل جوه، ديزاين اوتبوت في كل حاجة لها انبوت واوتبوت والبروسيس اللي هتيجي جواها. فبقول لك عندك اول حاجة ايه احنا عارفين قبل الديزاين مرحلة ايه requirements، فهي requirements هي specification. وايه تاني platform information، بتعرف معلومات عن البلاتفورم انت هتشتغل عليها، ومثلا هتستخدم لغه ايه وكذا كل حاجه الحاجات دي يعني لغات استخدمها وكده. وعندك داتا ديسكريبشن. تيجي بقى جوه بقى عندك ايه اركيتكتشر ديزاين، بتيجي مثلا انت بتاخد مثلا ايه الدوكيمنت بتاع الدوكيمنت ايه من الكلاينت، فبتيجي تعمل ايه اركيتكتشر كبير كده عام يضم السيستم ككل، وتروح ايه مقسم دولهم ايه سب سيستم سب سيستم سب سيستم، كل سب سيستم ليه الريكويرمنت بتاعته، دي 1 2 3 4 5 6 الريكويرمنت، سب سيستم الثاني 1 2 3 4 5 6، فانت بتقدر تسميه الشغل بتاعك. فانت بيكون السيستم كبير بتضطر تعمل الحركه دي. فانت معاك ايه اركتكتشر ديزاين. بعد كده عندك ايه نخش على الكومبوننت ديزاين، احنا قلنا ايه في كومبوننت. بعد كده عندك ايه انترفيس ديزاين، انترفيس مش معناه يوصل انترفيس ما تشبكوش الدنيا ببعضيها، دي ممكن تقول انترفيس ما بين ايه الكومبوننت وبعضيها، ازاي دي بتنادي على دي وكده يعني. انت عندك كذا كومبوننت بتجمعهم ازاي مع بعض، بيتعاملوا ازاي مع بعض. وداتا بيز ديزاين، اه انت الداتا بيز ديزاين دي اساسي يعني، بتعمل تنظيم للداتا بيز بتاعتك التيبلز وهكذا، وازاي تخزنها على الشكل ازاي اللي تخزنها بيه وكده. تطلع اوت بوت بقى كل حاجه تطلع بحاجه، عندك دي تطلع ايه سيستم اركتكشر داتا بيز، عندك انترفيس سبيسيفيكيشن كومبوننت سبيسيفيكيشن. جميل، هنمسك كل واحدة واحدة وإيه ولا كده بتعمل إيه زي ما إحنا قلنا مرة. سوفت وير فاليديشن هي تيستنج فعليا، مش مرحلتين هما اتنين مع بعض، مثلا فيريفيكيشن أند فاليديشن. الفيريفيكيشن دي ممكن تقول هي المرحلة الأولية، يعني أنت بتشوف مثلا أنت ماشي صح ولا لأ، تمسك الدوكيومنتيشن بتاعه تعمله تيستنج وكده، هل أه أنا كده هقدر أوصل لليوزر عاوزه ولا لأ. إنما فاليديشن بقى ممكن تسميها مرحلة إيه، انت مثلا خلاص انت انتهيت بالبروجكت بتاعت اتعمل خلاص، فانت بتعمل له تيستنج بتشوف ده هو اللي كان يوزر عاوزه ولا لا، يعني فاهمين يعني مثلا في الفيريفيكيشن بتشوف اللي انت بتعمله ده، هل ده اللي انا بعمله ده هيطلع في الاخر اللي اليوزر عاوزه. الفاليديشن بقى اللي انا عملته ده هو ده اللي اليوزر عاوزه. هم اه بتشبكوا في حاجات بس ايه في اختلافات بسيطة برضو. تمام، مراحل التستنج الدياجرام بيظبط كل حاجه. فانت في الاول خالص بتشوف ايه كومبوننت تستنج، تعمل تستنج ايه للكومبوننت اللي عندك. بعد كده بتعمل ايه تستنج للسيستم ككل، انت بقى بعد ما تمسك كومبوننت كومبوننت تعمل ايه سيستم تستنج للسيستم ككل. بعد ما تعمل تستنج للسيستم ككل تروح بقى ايه للكلاينت تعمل تستنج قدام، فاسمه ايه اكسبتنس تستنج، هو اقول انا اكسبت البروجكت بتاعك تمام وده مش هتشوفه. مراحل التستنج زي ما احنا قلنا برضو تستنج فيسز ان بلان دريفن سوفت وير بروسيس،
بلاد دريفن احنا بناخده كمثال عشان ايه معروف تمشي على كام خطوه فمعروفين. فانت ازاي بتعمل تيست بقى؟ احنا قلنا بدايه سبيسيفيكيشن في الاول، بعد كده عندك ايه الاتنين مع بعض مع السيستم سبيسيفيكيشن تطلع بحاجه اسمها بلان، خطه تقدر تحكم بيها. الخطه بتاعت ايه؟ اكسبتنس تيست بلان، تطلع ببلان تقدر تعمل تقول بقى ايه انا اكسبت البروجكت اللي هتعمله ده. فبعد كده عندك دي مع سيستم ديزاين تطلع بحاجه اسمها ايه سيستم انتجريشن تيست بلان، بلان خطه ايه كسيستم ككل كده. تيجي بقى ايه معاك بقى ايه التفاصيل بقى ديتيلد ديزاين، انت معاك ايه تفاصيل التفاصيل، فانت بتمسك كل حته بتعمل لها ايه تعمل لها خطه. اه دي هعمل السب سيستم ده خطه معينه، فانت ما عندك ايه سب سيستم انتجريشن تيست بلان لكل ايه سب سيستم، احنا قسمناها سب سيستم سب سيستم بقى كل واحد ايه ليك تقدر خطه تحكم بقى ايه تعمل لها تيست عليها. فده مع موديول اند يونت كود اند تيست الاثنين مع بعض تطلع بايه سب سيستم انتجريشن تيست، تعمل ايه سيستم التيست الفعلي بقى مع الخطه دي. تيجي بقى انت عندك ايه ككل بقى، انت دلوقتي بقى عندك كل سب سيستم عملت له تيست، فكلهم مع بعض بقى ايه سيستم انتجريشن تيست. تطلع بالسيستم انتجريشن تيست ايه معروف يعني اكسبتنس تيست اللي هو ايه بتقبله. بعد كده بعد ما تيست بقى خلاص البروجكت بتاعك بقى كامل، تطلع ايه السيرفيس اللي الكلاينت كان عاوز. سوفت وير ايفوليوشن، ايفوليوشن ايه بتعمل ايه ابديت. احنا قلنا ايه اللي مفيش سيستم ثابت لازم يحصل له ايه تشينج. وايه اللي بيحكمك؟ احنا لو فاكرين اول حاجه قلنا ايه اهم حاجه في البروجكت بتاعك يكون ايه، يبقى في حاجه اسمها ايه مينتينينس، يكون مينتينبل اللي هو تقدر ايه تعدل فيه. هل البروجكت بتاعي لما اجي عاوز اعمل حاجه معينه اعدل فيه حاجه معينه، هل هضطر اعمل واحد جديد من يوم جديد ولا ممكن اعدل عادي؟ فالدياجرام بيوضح اول حاجه انت معاك ديفاين سيستم ريكويرمنت، انت معاك سيستم اصلا موجود، يجي ايه شويه ايه اكسايتنج سيستم شويه تعديلات من بره، فانت بتعمل ايه بتحدد التعديلات وبعد كده بتعمل ايه تعديل يطلع معاك ايه نيو سيستم مظبوط. كي بوينتس دي يعني ملخص صحيح كل اللي احنا قلناه، سوفت وير اكتيفيتي انفولف اند ابستراكت ديشن، قلنا ابستراكت اللي ما فيهاش تفاصيل كتيره، الجنرال بروسيس موديل دي بتوصف ايه بتنظم ازاي السوفت وير بروسيس بتاعتك اللي هي ايه. عندك مثال ليه اللي هو ووتر فول انكريمنت ديفولبمنت يوز اورينتد ديفولبمنت موديل الكلام ده كله. عندك الريكويرمنت انجينيرنج دي احنا قلنا الريكويرمنت بتعبر عن ايه سبيسيفيكيشن، حتى سبيسيفيكيشن ايه الدوكيومنتيشن بتاعك، ديزاين دوكيومنتيشن بتهتم بيه، بتحول الكومنت اللي معاك دي الكومنت اللي معاك دي لايه اكسكيوتابل سوفت وير سيستم وهكذا يعني الكلام اللي احنا قلناه. وكده يكون خلصنا الليكشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا.